السلام عليكم ومرحبا بكم في درس اليوم. Bonjour à tous et bienvenue au cours d'aujourd'hui. إلى درس رقم 3 فيديو رقم 26. نتطرق اليوم في هذا الدرس إلى قانون الجذب العام، تطبيق الأقمار الاصطناعية، ويشتمل كذلك على تمرين مع الحل. قانون الجذب العام الذي وضعه نيوتن سنة 1685، نص هذا القانون: جسمان ذا كتلتين M1 وM2 تفصل بينهما المسافة d، تنشأ بينهما قوتا تجاذب متعاكستان مباشرة F1 يساوي ناقص F2، وهذا يذكرنا بمبدأ الفعل ورد الفعل. صيغة القوة F1 هي Gm1m2 على D مربع في U. U هو شعاع الواحدة. G هو ثابت الجذب العام ويساوي هذه القيمة. F2 لها نفس الصيغة، ما عدا أن هنا يوجد ناقص بسبب تعاكس القوتين. أما شدتي القوتين فهما متساويتين. حقل الجاذبية: من المعتاد حساب ثقل الثقل أي جسم بواسطة تسارع الجاذبية P يساوي mg. بفضل قانون الجذب العام وقانون القوة للثقل يمكن تحديد عبارة G بدلالة الارتفاع. على سطح الأرض، لما يكون الجسم موجود على سطح الأرض أو قريب جدا من سطح الأرض، فإن F تساوي P تجاذب بين الجسم والأرض. إذن معناها أن G MT في M صغيرة على RT مربع، مادام الآن المسافة بين مركز الأرض والجسم M هي RT، إذن RT مربع، ويساوي كذلك M G صفر. G صفر إذن تساوي G MT على RT مربع. التطبيق العددي يسمح لنا بإيجاد قيمة G صفر، معناه تسارع الجاذبية الأرضية على سطح الأرض، وهو بالتقريب 9.8 نيوتن على الكيلوغرام. الآن على ارتفاع زاد من سطح الأرض، بحيث R تساوي زاد زائد RT. في هذه الحالة، إذا كان الجسم بعيد عن مركز الأرض، هناك دائما تجاذب حسب قانون الجذب العام. إذن على سطح الأرض P صفر تساوي MG صفر، تساوي هذه العبارة التي كتبناها منذ قليل. وعلى الارتفاع أو على البعد R من مركز الأرض، فإن P يتغير يساوي MG، حيث الصيغة تصبح GMT، M صغيرة ولكن R مربع. السؤال هو: ما هي عبارة أو صيغة G في هذا على هذا الارتفاع؟ يكفي أن نقوم بالقسمة P على P صفر. النتيجة هي G تساوي G صفر RT مربع على R مربع. G معروفة، RT معروفة، وإذا كنا نعرف الارتفاع الذي يوجد عليه الجسم M، يمكننا حساب تسارع الجاذبية الأرضية على أي ارتفاع من سطح الأرض. شعاعيا G يساوي ناقص G صفر، نظرا لأن شعاع الواحدة يتعاكس مع اتجاه G، إذن G يساوي ناقص G صفر RT مربع على R مربع في U. تمرين: الصاروخ أبولو يقوم برحلة من الأرض إلى القمر،
يبعد القمر عن الأرض بهذه المسافة، كتلة الأرض تعطى بهذه القيمة، بينما كتلة القمر 7.36 في 10^22 كيلوغرام، وكتلة القمر بالطبع أقل من كتلة الأرض. ما هي شدة حقل الجاذبية الأرضية عندما يكون الصاروخ في منتصف الرحلة بين الأرض والقمر؟ ب. ما هي شدة حقل الجاذبية القمرية عندما يكون الصاروخ في منتصف الرحلة بين الأرض والقمر؟ ج. ما هي شدة الحقل الناتج عن حقل الجاذبية الأرضية وحقل الجاذبية القمرية عندما يكون الصاروخ في منتصف الرحلة بين الأرض والقمر؟ د. على أي بعد من مركز الأرض ينعدم الحقل الناتج عن جاذبيتي الأرض والقمر؟ وهذا هو النص باللغة الفرنسية، وأذكر دائما أن كل هذه الدروس متوفرة باللغتين العربية والفرنسية. الحل: هذا الرسم يلخص لنا نص التمرين. إذن لدينا الأرض والقمر، المسافة الفاصلة بينهما د، والصاروخ في لحظة ما موجود بين الأرض والقمر على بعد R من مركز الأرض. شدة حقل الجاذبية الأرضية حينما يكون الصاروخ في منتصف المسافة بين الأرض والقمر، معناه لما يكون في منتصف طريقه إلى القمر. نطبق مباشرة العبارة أو الصيغة التي وجدناها قبل قليل: حقل الجاذبية الأرضية يساوي جي ام تي على المسافة مربع، المسافة هي دي على 2 مدام نحن نتكلم عن منتصف المسافة. إذن التطبيق العددي يعطيني هذه النتيجة: جي تي يساوي 1.08 في 10^2 نيوتن في الكيلوغرام أو على الكيلوغرام. شدة حقل الجاذبية القمرية حينما يكون الصاروخ كذلك في منتصف المسافة بين الأرض والقمر، جي ال من لون من القمر تساوي جي ام ال على مربع المسافة. إذن الفرق هنا في كتلة القمر، وهنا عندي كتلة الأرض. التطبيق العددي يعطينا جي ال يساوي 1.33 في 10^4 نيوتن على الكيلوغرام. شدة الحقل الناتج عن الجاذبيتين حينما يكون الصاروخ في منتصف المسافة بين الأرض والقمر، هنا بالطبع يكفي أن نقوم بعملية الطرح بين حقل الجاذبية الأرضية وحقل الجاذبية القمرية، فنجد أن حقل الجاذبية الناتج أو المحصلة هذين الحقلين هو 1.07 في 10^2 نيوتن في الكيلو على الكيلوغرام. د. المسافة عن مركز الأرض التي ينعدم فيها الحقل الناتج عن جاذبيتي الأرض والقمر. إذن هنا معناه أن الحقل الناتج من الحقلين يساوي صفر، معناه أن لما جي آل تساوي جي تي فإن الحقل الناتج ينعدم. ما علينا إلا مساواة الصيغتين لحقل الجاذبية القمرية وحقل الجاذبية الأرضية، فنجد في النهاية أن على مسافة 345 ألف كيلومتر من مركز الأرض ينعدم حقل الجاذبية الناتج عن الحقلين القمري والأرضي. تطبيق الأقمار الاصطناعية: التطور التكنولوجي للاتصالات اللاسلكية عرفت توسعا هائلا، مكنت للإنسان غزو الفضاء وصنع آلاف الأقمار الاصطناعية الساكنة بالنسبة للأرض. يدور القمر الاصطناعي بنفس السرعة التي تدور بها الأرض،
وهذا لضمان ديمومة الاتصالات على مدار الساعة بدون انقطاع بسبب دوران الأرض. إذن هنا السرعة التي تدور بها الأرض هي نفس السرعة التي يدور بها القمر الاصطناعي. كما توقعت الحسابات النظرية إلى أن الارتفاع والسرعة المناسبين للشرط الموضوع عليه حتى يكون القمر ساكن بالنسبة للأرض يجب أن يكون على ارتفاع 42,100 كيلومتر ويدور بسرعة تساوي 3.08 كيلومتر في الثانية. أترك لكم الأمر بالطبع للتأكد بأنفسكم من هذه النتائج بالقيام بالتطبيقات العددية اللازمة. نظرا لأهمية الموضوع في عصرنا الحديث ومن باب الاطلاع، يمكن إضافة بعض المعلومات الخاصة بإطلاق الأقمار الاصطناعية. إذن لما يطلق قمر اصطناعي من نقطة معينة فإن له مرحلتين. المرحلة الأولى وهي مرحلة الدفع لما تكون المحركات تشتغل وتدفعه إلى الأعلى. بعد عملية الدفع القوة الوحيدة المؤثرة على القمر الاصطناعي هي ثقله، أي لما يبلغ هذه النقطة القوة الوحيدة التي يخضع لها القمر الاصطناعي هي ثقله، وحتى بعد هذه النقطة. المرحلة المدروسة هنا هي المرحلة الباليستيكية، أي المرحلة التي يبلغ فيها القمر الاصطناعي النقطة M0. إذن هذه المرحلة الأولى مرحلة الدفع، ابتداء من النقطة M0 تبدأ المرحلة الباليستيكية. في هذه النقطة M0 فإن V0 تمثل السرعة الابتدائية الجيومركزية للقمر الاصطناعي المدروس، و R0 المسافة بين مركز الأرض والنقطة M0. الارتفاع المقاس انطلاقا من سطح الأرض يجب أن يكون محصور بين 100 و200 كيلومتر. هنا لا نتحدث عن R0 وإنما المسافة من سطح الأرض حتى النقطة M0. كما أن المدار لا يجب أن يبعد كثيرا عن الأرض بحيث لا يتجاوز بضع عشرات مرات نصف قطر الأرض، وذلك من أجل إهمال تأثيرات القمر الطبيعي والشمس. فيما يلي نعطي بعض التعاريف لمختلف السرعات الخاصة وهي ثلاثة بإطلاق الأقمار الاصطناعية. السرعة الكونية الأولى. السرعة الكونية الأولى هي السرعة الدائرية الجيومركزية لقمر اصطناعي مداره منخفض ما بين 100 و200 كيلومتر عن سطح الأرض، وتحسب بالعبارة التالية: V1 تساوي جذر MTG على R0. بالطبع MT كتلة الأرض، وR0 هو المسافة بين مركز الأرض والنقطة التي يوجد فيها القمر الاصطناعي. G هو ثابت الجذب العام. بقبولنا R0 تساوي بالتقريب RT 6400 كيلومتر، تقودنا الحسابات إلى النتائج التالية: G0 نعرف أن G0 يساوي MTG على RT مربع، تعطينا بالتقريب 10 متر على الثانية مربع. G يساوي G0 RT مربع على MT. إذن V1 يساوي إذا عوضنا جي بهذه القيمة نجد أن V1 يساوي جذر التربيع لـ RT في جي صفر. إذن هذه هي السرعة الكونية الأولى. التطبيق العددي يعطينا 64 في 10 أس 6 تحت الجذر، أي 8000 كيلومتر في الثانية. السرعة الكونية الثانية وهي السرعة الجيومركزية التي يجب أن يبلغها القمر الاصطناعي حتى يتحرر من جاذبية الأرض، تحسب بالعبارة V2 تساوي 2 MTG على R0، أي V2 تساوي V1 جذر 2.
إذا اعتبرنا النقطة M0 بجوار الأرض فإن V2 تساوي بالتقريب 11000 كيلومتر في الثانية. السرعة الكونية الثالثة وهي السرعة الجيومركزية التي يجب أن يبلغها القمر الاصطناعي حتى يتحرر من حقل أو من المجموعة الشمسية. نجد أداة الحسابات إلى القيمة V3 تساوي 16800 متر في الثانية، أي 16.8 كيلومتر في الثانية. إذن هذه هي معلومات من باب ثقافة عامة، لا نحفظ هذه العبارات وإنما نكون مطلعين عليها. إلى هنا ينتهي درس اليوم، إلى اللقاء في الدرس القادم والذي سنتطرق فيه إلى قوى الترابط أو قوى التلامس، قوى الاحتكاك، ونختتمه بتمرينين مع الحل. إلى ذلكم الحين أتمنى لكم وقتا ممتعا، ولا تنسوا الاشتراك في هذه القناة إذا كانت هذه الدروس تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.